شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الاتحاد 75-61. مبروك نادي الاتحاد، هارد لك النادي الاهلي. الحقيقه فريقنا النهارده ما كانتش طبعا في يعني حالتها الطبيعيه، ولكن ده طبعا لا يعفي ابدا طاقم التحكيم من الحقيقه من سيل من الاخطاء. الحقيقه برحب بضيوفي الكرام. كابتن سلعوي اهلا بحضرتك المره الثالثه. اهلا بك كابتن نبيل بخيت، برحب بحضرتك المره الثالثه. كابتن نبيل، شايف ازاي الفتره الثالثه والرابعه وشايف اداء الفريق ازاي؟ هو الفترة الثالثة والرابعة يعني هو المباراة كلها كان في داي اوف بالنسبة لنا، لكن ده ما يعفيش ان الاخطاء، يعني الاخطاء تحت السلتين، الاخطاء تصويب كتير قوي مش موفقين فيه، اتخاذ قرارات غلط، وده برضه ناتج من ضغط، يعني في ضغط نفسي عليهم. يعني اتوقع ان المباراة اللي جاية باذن الله ما يبقاش عندهم الضغط ده، لان الاهلي واخد على يعني المفروض ان هم واخدين على الضغط النفسي ده. حصل الموقف ده، بس هو عدم التوفيق ساعات بيديك يعني ضغط نفسي، يعني ان انت تبقى مش موفق، لان زي ما انت قلت ان تصويبات كتيره جدا ما جاتش تحت الباسكت، طوال القامه يعني ما مسكوش الباسكتين، سابوا الريباوند لفرقه الزمالك سواء في الهجوم او في الدفاع. ده وضع طبيعي ان انت لو خدت الباسكتين وعملت هجوم سريع هتكسب المباراه. هو دايما مباراتنا مع الاتحاد، لو الاتحاد فرق بشكل كبير كده بنبقى صعب نعوض. لو السكور مشي قريب، يعني لو تفتكر مباراه السوبر الاحداث اللي كانت فيها والمباريات اللي خسرنا فيها من الاتحاد بلاي اوف السنه اللي قبل اللي فاتت برضو في جيم 1 فرقوا علينا كتير. فاتمنى دايما ان النادي الاهلي يحاول يحافظ على ان ما يبقاش الفرق كبير. بس هو الميزه ان الاهلي بيعرف يرجع، يعني مع ان فعلا في مباريات مثلا خسرنا بفرق كبير، لكن تلاقي تاني مباراه كان الفرق ده ما جاش وان احنا بنلعب بقوه ومتزنين في الملعب. لكن برضو هو الاجنبي برضو انا يعني شايف ان كان عليه عامل مهم جدا ما ادهوش، يعني النهارده كان برضو كان ضيوف. النهارده كل يعني بامانه كان كله خارج يعني المستوى الطبيعي. وكابتن سلعوي راي حضرتك ايه؟ مبروك لنادي الاتحاد، قدمت مباراه كبيره، هارد لك نادي الاهلي. مباراه طبعا بالنسبه لنا كجمهور وكلعيبه في النادي الاهلي مباراه في تايمس، يعني لسه العوده ممكنه، قدامنا مباراه واحده ان شاء الله يوم الخميس، ومتاكدين ان الفريق المرتبط هيكسب ان شاء الله، لو كسبناها هنوصل الفاينل. لكن احنا برضو عندنا بعض الاخطاء. اول حاجه من ضمن الاخطاء، احنا في وقت من الاوقات كان في ما لعبناش تحت السله وكان لازم نلعب، ما سيطرناش بالشكل الطبيعي او التزمنا بالسلتين نقدر نحافظ عليه الريباوند. زائد ان انا شايف برضو ان احنا ركزنا مع الحكام قوي، ركزنا يعني كلاعيبه ركزت مع الحكام. لازم اركز يا كابتن بصراحه. الحكام معلش معلش يا كابتن، والله العظيم انا عارف ان حضرتك بتقول الكلام ده صح، وان بس احنا بشر، أنا لازم اركز. النهارده الحكم الحكام بامانه يعني ظبطوا الاداء بتاعهم لما الاتحاد فرق 20 بوت. انا اسف ان بقول كده، بس يعني الحكم المصري، انا ما بقولش ان هم يعني، لا انا قصدي اقول ان الحكم المصري لما بيتحرر من الضغوط ماتش ماشي ايكوال بيحكم كويس، لما يحس ان المباراه خلاص ارتاحت سواء لده او لده يحكم كويس. وده اللي قلته الماتش اللي فات، المينتاليتي مهمه. انت مالكش دعوه بالسكور، انت بتبصش على السكور خالص. يعني النهارده معلش الفاول اللي اتضرب فيه ايهاب امين في نص الملعب يا كابتن، ما هو ده تيرنينج بوينت النهارده، يعني رجل يوسف شوشه واضحه، واحنا قلنا ان يوسف شوشه بينزل عشان يعني يمسك ايهاب امين بالشكل ده. طب يا جماعه الحكام ازاي مش واخده بالها؟ يعني انا مش عايز استطرد، انا ما بقولش يا جماعه عشان الناس ما تقولش ده هيثم بيقول الحكام هي اللي الخساره، انا ما بقولش كده، ولكن عامل من عوامل الخساره التحكيم. انا اسف قطعتك يا كابتن. لا احنا ما نقدرش نغفل ان التحكيم عامل اساسي في نجاح كره السله طبعا، لكن برضو احنا اعتقد ان مستر اوغوستي قادر على انه شاف الاخطاء وقعد بره، واللي بيبقى قاعد بره بيبقى اقل هدوء، يعني هدوءا عن اللي بيدير المباراه. فشاف الاخطاء من بره صحيح، واعتقد ان علاجها سهل. وان احنا بس عندنا مشكله في مباراه الاتحاد، لو الاتحاد جري علينا في اول الجيم نتيجه اللي احنا يعني لازم نبقى احنا كلعيبه ريدي من اول الجيم ان احنا لا احنا عايزين، لا احنا رحنا، لا احنا نكسب، لا احنا اصحاب البطوله دي بقى لنا اكتر من سنه.
بطوله مهمه جدا وبدايه الموسم بالذات بتبقى مدير، لكن احنا كلنا ثقه في ان اللعيبه دي ان شاء الله هترجع وهتعود يوم الخميس ان شاء الله. كابتن نبيل النهارده يعني اللعيبه عندها من الخبرات اللي خليها تعمل ريكفر وتقدر تلم نفسها تاني. عندنا مباراه المرتبط والحمد لله واضح التفوق الاهلاوي في المرتبط، فاذا المباراه القادمه هي مباراه نهائي. الحقيقه ده ما يمنعش ان احنا نقول ان الاتحاد عمل جيم كويس، يعني برضو طبعاً. يعني احنا بنقول كلمه الحق واحنا بنتكلم باسكت بول. الاتحاد عمل جيم كويس دفاعا وهجوما، بس خلينا اقول انه نادي الاتحاد حط 75 نقطه فيك، which is هو الرقم المعدل الطبيعي اللي بيخش فيك، ممكن زياده 5 6 بونت، ولكن احنا حاطين 61 بونت يا كابتن. ده قليل، ده بيلو، احنا غير موافقين. احنا النهارده انت حاطط بيلو 15 نقطه في الجيم، نتيجه يعني اللي زي ما الكابتن نبيل قال تقريبا 15 نقطه في الجيم، لا 15 نقطه في كل كوارتر. القرارات غير مناسبه في الشوتنج بالذات. نعم، قرارات غير مناسبه. نعم، هو برضه ضغط علينا، يعني هو برضه خلانا نخرج من رتم اللعب بتاعنا. نعم، هو برضه عمرو بصراحه ضغط على الفرقه بتاعتنا وخلاها قراراتها بقت يعني بقت بطيئه او متسرعه، مره سريعه ومره بطيئه، وده مشكله يعني، لان ضغط على اللعيبه اللي بره مع الهلب من لعيبه طوال، دول برضه خلوا المباراه تمشي بطريقه هو يعني الاتحاد فيها كويس. نعم، الجري والزق والضرب واللم واعمل هجوم سريع، احنا كنا المفروض نمسك الملعب عن كده هو ونتحكم احنا في قاع المباراه. نعم، طيب كابتن نبيل، كابتن سلام، انا جالي احصائيات المباراه لما بعد الماتش، بشكر فريق الاعداد. خلينا النهارده نتكلم عن النتائج. طيب ناخد، نبتدي بيها يا كابتن سلام؟ نبتدي بالريباوند. طيب نبتدي بالريباوند طبعا عشان حضرتك سنتر وعارف قيمه الريباوند. ناخد كده الريباوند، توتال ريباوند ديفنسيف اوفنسيف توتال ريباوند، احنا جايبين 37 ريباوند توتال ما بين ديفنس واوفنس. نادي الاتحاد 45 ريباوند، مش الفرق الكبير يعني، التالت والرابع احنا ظبطنا شويه ريباوند. صح ولا لا؟ يعني بس برضو انت ستيل بره، يعني المفروض تبقى قريب. اللي عايز اقوله لك بقى يا كابتن، بص خد المفاجاه بقى هنا، هنا النقطة، ما تبصش على التوتال، لو قربنا تبص بقى على الرقم اللي فيه كارثة. الديفنسيف ريباوند بتاعنا احنا 23، ديفنسيف ريباوند في الاتحاد 36. الاتحاد الكرة بتتشوط عليه ما بتاخدش سكند شوت. سكند شوت ان انت هم احنا بنشوط هم بيلموها بنسبة كبيرة جدا، يعني انت بيديك تراي واحد، تراي واحد او بيديك محاولة واحدة على الباسكت فقط. حتى لو لمينا في اوقات لمينا بنروح مطلعينها بره، ما نحاولش تاني. فالنهارده انت عندك فرق الكبير 23، بالرغم بقى يا كابتن وكمان احنا عندنا فيه بس في الاوفنسيف ريباوند احنا جايبين 14، احنا بنخش في الاوفنسيف ريباوند بس مش بالنسبه الكافيه، هم جايبين 9 بس في التوتال هم اوفر او ليد علينا ب 8 ريباوند. المشكله حتى في الاوفنسيف ريباوند اللي احنا جبناه ما حطيناش باسكت، دايما بنلمها ونطلع بيها بره، قليل قوي لما بنقدر ناخد منها سكند شوت نحط باسكت تاني. صح يا كابتن. طيب نخش على الثلاثة بونت بقى واسمعك الارقام يا كابتن اللي هتزعل بقى. اسمعك الارقام اللي هتزعل. احنا شوطنا 36 شوط الثلاثة بونت، يعني شايطين 20 الاول والثاني زي ما قلنا، وشايطين 16 في الثالث والرابع. يا جماعه ده هيوج قوي الرقم ده. جايبين 7، نسبه 19.4، نسبه قليله جدا جدا جدا. جدا. ودي برده من ضمن الحاجات اللي علامه استفهام كبيره ولازم يبقى ليها كلام في الـ في الـ في, الـ في اليومين دول. طيب الاتحاد بقى شاط كام يا كابتن؟ بالرغم ان الاتحاد هو اشرح لي 6 بونت، الاتحاد شاط 18 بس، شاط نصك. ما هو احنا طب استنى بقى يا كابتن، شاط نصك وجاب زيك، جاب 6 3 بونت. ما هو احنا اتفقنا يا كابتن ان هو 33 3.10 نسبة، غير الاستراتيجية بتاعته في الجيم ده. نعم، كان الاستراتيجية في الدور في البطولة اللي فاتت عرف انه سبب خسارته الافراط في الثري بوينت. نعم، فالنهارده بدأ يركز على اللعب تحت الباسكت اكتر، فعارف ان ده مفتاح ممكن يكسبه. لكن احنا انا اللي عايز اقول حاجه، هي الشوط مش بالكميه، هو مين احسن انا ولا انت، مين افضل مين عن مين، مين اللي 3 بونت عنده شوت سيلكشن. ايوه، مين اللي 3 بونت عنده يا كابتن هيثم يقدر يحط فيه منها. نعم، يعني هي دي صح. صح يعني انا اشوف مين الشويت. ايوه، زي ما كان زمان يقول لك انت لو طالع فاست بريك او طالع فاست بريك في معاك 2 لعيبه، عارف مين اللي هياخد السلم ومين اللي هيشوط. صحيح يا كابتن سلعه. واستاذن حضراتكم نطلع لفاصل وهنرجع نكمل باقي تحليلنا لارقام المباراه بعد. اهلا بحضراتكم من جديد وبكمل طبعا تحليلنا لمباراه اليوم. وبس معلومه صغيره احب اقولها، يعني في النص الثاني من الاستوديو التحليلي
النهائي انه النادي الاهلي لم يخسر بطوله وكان فيها حكام اجانب يمكن في الثلاث سنين اربع سنين اللي فاتوا. فيعني هل دي صدفه؟ ما اعرفش يعني. انا يا جماعه برضو عشان الناس بس ما تفتكرش ان انا بقول انه التحكيم هو سبب الخساره الوحيد، ولكن هو احد اسباب الخساره صراحه. بعض الكواليس لمباراتنا النهارده، الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره كان موجود بيؤازر الفريق في المقصوره، وطبعا بالطبع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي كان موجود برضو بيؤازر الفريق. وعقب انتهاء المباراه مباشره توجه كابتن خالد العوضي لارض الملعب وصاحب سيف سمير كابتن الفريق المصاب، نتمنى له الشفاء طبعا العاجل، وتوجه الاثنين واخذوا اللاعبين ودخلوا اوضه اللبس في اجتماع مغلق باذن الله. كل التوفيق اكيد للفريق. كابتن سلاوي يعني نكمل ارقامنا كابتن نبيل. نكمل ارقامنا. خش على كابتن سلاوي، حضرتك سالتني في الـ يعني في الاوف اير التيرن اوفر. تيرن اوفر احنا عاملين 12 تيرن اوفر، تمام؟ نادي الاتحاد عامل 15 تيرن اوفر. الفرقتين كتير يا كابتن. طبعا. هو الماكسيموم بتاع اي فريق في الاربع اشواط خمسه. خمسه. ماشي خمسه، انما النهارده بتتكلم الاهلي عامل 12 والاتحاد 15. فالاثنين عاملين تيرن اوفر كتير، الاثنين اوت اوف ليميت خالص. خلينا نرجع بقى يا كابتن للتو بوينتس. التو بوينتس اللي هي التصويبه الثنائيه اللي هي يا اما ميديم شوت يا اما اللي هي بتوصل للمربع. تاخد النتيجه يا كابتن، تاخد النسبه على طول يا كابتن. يعني انا مش عارف اقولها لحضرتك ازاي. طيب اقولها لك، عدد ترايات احنا صوبنا 31 تصويبه ب 2 بوم، حطينا 12 بنسبه 38.7. قليله جدا طبعا. طبعا ده التاتا بونت بتبقى كده، التاتا بونت هي اللي بتبقى المفروض فوق ال 33. تاتا بونت انت عندك 2 بوينت 38. طيب الاتحاد بقى 39، يعني اكتر منك انت. 31 بالتو بوينتس، ده دليل ايه؟ ان انت رحت قلبت لعبك، رحت تاتا بونت بدل ما كنا احنا بنتميز بالايه؟ بالدخول على الباسكت. فالنهارده نادي الاتحاد مصوب 39 تصويبه ب 2 بونت، حط 20 نسبه عليها. طبعا 51 يعني 51%. تحليلك ايه يا كابتن؟ تحليل ان انا قلت لك نادي الاتحاد اتعلم من الاخطاء. الاخطاء اللي هي كانت بيعتمد على 3 بوينت شوت 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 شوت، لما ما بيوفقش بيخسر الجيم. النهارده نادي الاتحاد نوع ما بين الدخول على السله، ما بين اللعب تحت السله، ما بين الاعتدال في الشوط. يعني كل لعيب خد الشوطه المناسبه، لكن لما نيجي نقول احنا مثلا النادي الاهلي خد 60 شوطه كتير جدا، سواء 2 بوينت او 3 بوينت كتير جدا. صحيح. يعني 18 تصويبه تاتا بونت الاتحاد، انت شاط قصادهم 36 تصويبه، 36 شوطه 3 بوينت كتير قوي. كتير جدا. طب كابتن الفيلد جول بقى، مجموع ال 2 بوينتس مع 3 بوينتس دي، الفيلد جول او كل الكور اللي انت حاولت بيها على الباسكت، سواء تاتا بونت او حتى فري ثرو او اي حاجه. الفيلد جول مالوش دعوه بالفري ثرو، 2 بوينت و 3 بوينت. الفيلد جول النسبه عندنا 28.5%، نسبه الاتحاد 45.5 أو 6. يعني انت النهارده بتتكلم في ضعفك. ضعف الاكيورسي بتاع تصويباته. طبعا ده يدل على ان في تركيز. زي ما قلنا احنا النهارده ده يوف بالنسبه لنا. ده بدليل ان احنا عملنا النسبه دي. يعني متهيألي في العادي لو جمعنا المباريات اللي قبل كده كنا اعلى من كده بكتير. في الفيلد جول. النهارده ما فيش توفيق خالص، يعني مع طبعا التحكيم مع عدم التوفيق ممكن يقطع المباراه. برضه كابتن هيثم، يعني النهارده من ضمن برضه اخطائنا اللي ان شاء الله ما تكونش موجوده المباراه الجايه ان شاء الله، هي عدم الحرص على الكوره. الكوره مش يعني اما انا اشوط ما انت مش مركز بقى. ما انا دي كلها بنحطها تحت. هو القتال النهارده كان اقل. يعني انك انت كل كوره تموت نفسك عليها علشان تجيبها وكده، النهارده كان قليل. معروف ان الاهلي السبيرد عنده عالي جدا. الروح عاليه، فبيأديك لانك بتقاتل على كل كوره. طب كابتن، هدافين المباراتين النهارده من الاتحاد احمد ابو العلا، مؤثر جدا الولد ده. طبعا انا لسه كنت بتكلم مع كابتن نبيل كده. مؤثر جدا واللعيب ارتكاز محترم. بصراحه جايب 14 بونت يا كابتن. قصاده الناحيه الثانيه عمرو الجندي عمل ماتش كويس، وفي الاخر حط الكورتين 3 بونت. 14 بوينت عمرو الجندي، متساوي مع ابو العلا. ولكن النهارده المفروض سكور اعلى من كده بالنسبه لعمرو. تاني الهدافين هاب امين 10 بوينت عندنا. تاني الهدافين في الناحيه الثانيه من الاتحاد دولا يوسف شوش 10 بونت. دول الاثنين هدافين. والاثنين على فكره جايبين زي بعض، يعني 14 10 14 10. ف
فالنهارده 24 بونت من الاتحاد حطوا 2 لعيبه و24 بونت من نادي الاهلي حطوا 2 لعيبه. في الوقت بقى معلش يا كابتن يعني ايه هو برضه بيبو ساعات الكور بتاعته تبقى كور ميته يعني هو يعني ساعات مثلا بيدخل على السكند شوت كتير فهتلاقي مثلا كور كتير جدا هو اللي عملها يعني كوره بتبقى من تحت الباسكت خلاص. انا اسف يا كابتن تاني هدافنا عمر طارق عمر طارق 12 بونت 12 بونت انا اسف اتفضل فبقول على بيبو يعني بيبو الثلاث ارباع الكور اللي هو بيحطها هي سكند شوت فدي برضو بتبقى كور يعني يعني ايه يعني زي ما احنا بنقول كوره ميته يعني كوره خلاص انت المفروض هتلمها وهتعمل هجوم سريع هو بيقدر ان هو يروح عامل تيب كده تاب على الكوره يحطها فدي برضو قوه فيه يعني بصراحه هو لعيب مؤثر جدا كلاعب ارتكاز. طيب اعلى لاعب افشنسي او تاثير او كفاءه في الملعب عندنا عمر طارق النهارده احسن لعيب في الملعب بالارقام عمر طارق بالرغم انه لعب 24 دقيقه بس عمر طارق النهارده هو بس الفاولات الاول هي اللي خليته يخرج يعني الفاولات في الاول هي اللي كتفته بالرغم من كده الافشنسي بتاعه 16 ودي المشكله ان وجود عمر طارق مهم جدا في الملعب وخروجه لفترات طويله دي بتاثر علينا احنا كتير خاصه في عدم وجود سيف. الناحيه الثانيه احمد ابو العيله برضو على افشنسي 21 لا لا مؤثر طبعا لا لا مؤثر طبعًا جدا طبعًا جدا يعني بامانه لاعب مؤثر. ثاني اعلى افشنسي عندنا 12 اللي هو عمرو الجندي ده ثاني اعلى افشنسي عندنا عمرو الجندي ارقامه كويسه النهارده بصراحه ثاني اعلى افشنسي الناحيه الثانيه. طب لعب قد ايه يا كوتش عمرو الجندي 32 دقيقه كتير ما حسيناش بيهم صح ما انا عشان كده بسالك السؤال ده يعني ما حسيناش بيهم بالرغم يعني انا ما حسيتش بيه في الملعب كتير. طيب عشان بيلعب الصح يا كابتن هو كمان بيلعب في مركز 3 ومركز 4 فكتير لا هو ما حسيتش بيه لسبب لان اخطاءه قليله طيب تاني اعلى افشنسي في نادي الاتحاد يوسف شوشه عمل ماتش كويس يوسف النهارده مع انه تقالي برضه ما لعبش كتير يوسف لا يوسف شوشه لعب 16 دقيقه بس يا كابتن ما انا بقول لك ما لعبش كتير لعب 16 دقيقه بس هو تقريبا النهارده الاتحاد قدر المدرب يقسم المباراه على كل اللعيبه بس يا كابتن النهارده برضه يعني في حاجه كنت اتمنى ان عيسى يريح رايك ايه عيسى عيسى كنت اتمنى انه يريح ليه ده عيسى لعب كام دقيقه يا كابتن 38 مش اقل من 38 كنت لسه اقول لك كتير محتاجين الماتش 38 38 دقيقه يا كابتن مارك او عيسى الاسم الجديد بعد اسلامه انه عيسى لعب 38 دقيقه كتير قوي لاعب الاجنبي الاتحاد لعب قد ايه 23 دقيقه كريس بس خلي بالك يا كابتن عامل ثلاثة فاول وعنده تراب الفاول على طول بس اي لعيب اجنبي ممكن يلعب بثلاث فاول عادي مفيش مشاكل بس مش معاه كابتن احمد عمر كابتن احمد عمر هيقعده يعني خاصة ان هو ماسك الجيم فعشان كده برضه ممكن يريح ان عيسى يجهد انا كان عليه ضغط جامد عيسى لعيب كويس بس مشكلته بيحتفظ بالكرة كتير فبيبطئ لك الفاست بريك بيبطئ لك الملعب بيبطئ لك الهجوم الوحيد اللي ما لعبش في النادي الاهلي النهارده محمد خيري. طيب خلاص احنا كده كابتن مؤمن خيري انا اسف محمد اخوه بقى كابتن نبيل بقى مش كابتن والنبي ما رضيتش اقول بس كنت مش هقول لك طارق خيري ايوه صح بشكركم يا كباتن يعني ان شاء الله يعني نكسب يوم الخميس باذن الله باذن الله نبيل بخيت نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر نورتني وشرفتني شكرا شكرا ليك كابتن سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر نورتني وشرفتني بس عايز بعد اذنك اتفضل طبعا يا كابتن احنا بس عايزين يعني برضو لا ننكر احمد الجرحي ان هو طبعًا تحمل المسؤوليه في وقت صعب ووقف الماتش اللي فات ووقف الماتش نص ده نص ماتش الزمالك الاولاني وماتش الزمالك وماتش الزمالك فطبعا لكن كلنا ثقه في عوده مستر اوجوستي مع ان الفرقه هتتعلم من الدرس النهارده والروح والقتال وكل حاجه دي من مواصفاتنا ومواصفات النادي الاهلي وربنا يوفقهم ان شاء الله يوم الخميس. اشكرك يا كابتن. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده من جولات استوديو الابطال ان شاء الله يوم الخميس وهنكون معاكم برضو نتمنى ان شاء الله فوز النادي الاهلي بالبطوله لسه الاماني ممكنه المرتبط باذن الرحمن هيفوز المباراه اللي جايه باذنك يا رب كلنا ثقه يعني وان شاء الله مباراه جديده يوم الخميس هيكون الفريق كلنا ثقه انه يبقى بشكل جديد اخر ويا رب التحكيم يبقى كويس. شكرا جزيلا نشوفكم الخميس.